زوجها. ازيك يا بيبي؟ يلا يا بيبي. زينب سليمان محمد انف واذن 21. انا عايز اعرف حاله البنت اللي كانت موجوده دلوقتي دي عندها ايه بالظبط؟ ثايروبلاستيستي. ده اللي هو ايه بقى؟ بيبقى عيب خلق بيكون كيس على الرقبه. تمام. كل شويه يتفتح ويعمل لها خراج ويقفل تاني، فهي تحتاج عمليه تشيله. 15 جلديه هنا يا جماعه. 15 16 17 جلديه هنا. خمسة وعشرين جلدية يا أمنة جمال. برضه من بره مجانا ماشي، لأنه مش عايز اديكي بدايل. عندنا بدايل بس هو عنده الأصل بتاعها. النهارده في 40 ست جم كشفوا، وعملنا لل 40 كمان توعيه وقايه بقى من امراض معينه وازاي تحمي نفسها من حاجات معينه في الحمل. 26 جلديه عمرو ابراهيم. ايه بتصور ولا ايه؟ رجعت سنه 2011 ورجعت لاني عمري ما مارست الطب في مصر، وكان دي نقطه مألماني جدا، وكنت عاوز يعني اخدم ولاد بلدي قبل ما اقدرش اخدمهم في السن الكبير. يعني عنده علاج عصب، يعني بيتعمل له تمويل للعصب وحشو للعصب مكان العصب اللي احنا شلناه ونظفنا مكانه. بن جوش بده فرق. استفرغ بعد كام يوم؟ يومين كده. يومين؟ شفت النهارده على كام طفل؟ احنا النهارده جبنا 250. الاكثريه عباره عن حالات مغص، حالات ديدان، انيميا، عندهم انيميا منجليه فيري كومن هنا. دي هكتب لك اثنين على حسابنا ينفع، بس مش هنقدر اكتر من كده، ودي ممكن ثلاثه. بيجي لنا حالات نفسيه كتير ما كناش متوقعينها، يعني احنا كنا جايين مش متوقعين ان في حالات نفسيه، بس لقينا حالات نفسيه كتير. وطبعا الحالات العصبيه اللي هي موجوده اكتر بقى طبعا في الاطفال، مشاكل زي الصرع وغيره. يعني 27 جلديه فاطمه عبد الله. بنتعرض لاحراج كتير جدا مع الاجانب ومع اهالينا في الواحه. حالات بتتحول لمرسى مطروح وممكن بتموت في الطريق. الخدمه الطبيه متدنيه جدا في المستشفى مع الصرح الكبير الموجود في المستشفى، الا ان الكوادر الطبيه يعني فيها عجز كبير جدا، والاداره في المستشفى برضو بنعاني منها كتير، وكتير ما اشتكينا للمسؤولين على الخدمه الطبيه في الواحه. حضرتك شايف ان القافله الطبيه اللي بتيجي كل شهر هنا في سيوه مهمه بنسبه كام في الميه؟ مهمة 200%. لا شك، يعني وغير كده ان الادوية اللي بتتصرف من القافلة بتتصرف على حسابها من الصيدليات اللي في سيوة، وبتدفع حسابها وبتبعت. لو ادوية مش متوفرة في سيوة بتبعت بتجيبها، لو هي مش مع القافلة القافلة بتبعت بتجيبها من بره. تمام. يعني دي يعني ممكن ندي كمان تقييم اكتر من 200%. كام يا حاج؟ ها؟ لا 58 جنيه. فادي رمزي، عايز اعرف من حضرتك اجمالي عدد الحالات اللي تم الكشف عليها من خلال القافله الطبيه في سيوه. هي المره دي بعد 4 ايام، يعني الحقيقه اشتغلنا فيها ليل، وصلنا الليل بالنهار وكده، الحمد لله قدرنا ان احنا نكشف على 900 حاله تقريبا من خلال 6 عيادات. استاذ داليا سامي، انا عايز اعرف ليه حضرتك تنظمي قافله طبيه من القاهره لسيوه، تحديدا لمستشفى سيوه المركزي؟ مالك انت ومال سيوه ومستشفى سيوه واهالي سيوه؟ يعني مع الناس دي ليهم ربنا، انت عايزه منهم ايه؟ طيب مبدئيا انا بشتغل في العمل التطوعي من سنوات طويله، وبحاول ان انا اتطوع في مجالات مختلفه منها القطاع الصحي. القطاع الصحي بحب اساعد فيه في اماكن كتير، بس اللي بيشدني اكتر المدن الحدوديه، لان مهما كان في نداءات واستغاثات محدش بيسمعهم او مش بنقدر ننقذهم. مكان زي سيوه اقرب نقطه ليهم على بعد 370 كيلو، اللي هي مستشفى مطروح العين. فبالتالي طب يعملوا ايه؟ لا،
مفيش حاجه اسمها احنا ملناش دعوه ولا نقول ليهم ربنا ولا الكلام ده كله. الناس دي ليها حقها ان هي تاخد ادنى حاجه في القطاع الصحي، والمفروض ان احنا نساعد ونساند الناس دي عشان هي تقدر تنتزع الحق ده.